على التليفون خليني أرحب بسيادة المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير مدام عزة، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنت في بداية الحلقة بقول أنه أول إجراء حكومي سيادة المستشار نادر لتنفيذ تكليف سيادة الرئيس بزيادة المعاشات بعقد اجتماع اليوم دكتور مصطفى مدبولي، لنا إيه اللي حصل النهاردة بشكل بسيط كده وواضح؟ مظبوط، زي ما حضرتك ذكرتي النهارده تم يعني اتخاذ اول اجراء حكومي لتفعيل وتطبيق قرارات السيد الرئيس بخصوص زياده المعاشات وزياده العلاوات للعاملين في الدوله. النهارده رئيس الوزراء عقد اجتماعين منفصلين، الاول مع وزيره التضامن وزير الماليه. عرضوا فيه او استعرضوا فيه مشروع القانون بتاع زياده المعاشات اللي بيتضمن طبعا القانون مشروع قانون هيتقدم مشروع قانون المعاش. أو زيادة الأجر أو زيادة العلاوة، كل ده بيتم من خلال مشروع قانون. بيعرض الأول المفروض على مجلس الوزراء لاعتماده وإقراره، بعدها بيحال زيه زي أي مشروع قانون آخر إلى مجلس النواب لاعتماده بصفة نهائية ليصبح قانون ويصدره السيد رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية. فده اللي حصل النهارده في الاجتماعين. الاجتماع الاول بتاع المعاشات رئيس الوزراء راجع القانون، مشروع القانون اللي بيتضمن زياده الحد الادنى للمعاش ل 900 جنيه وزياده المعاشات بنسبه 15% لكل من كل المستحقين للمعاشات. وعلى الفور بعد المراجعه وجه بان يتم ادراجه بان يتم ادراج هذا المشروع، مشروع القانون بخصوص المعاشات، على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء اللي احنا منتظرينه ان شاء الله هيكون بعد بكره يوم الاربعاء على طول. ده بخصوص المعاشات. بعديها على طول عقد اجتماع اخر بخصوص المشروع القانون الثاني ده اللي بيتناول الاجور، الزيادات برضه اللي وجه بيها سياده الرئيس فيما يخص العلاوات والاجور والحد الادنى للاجر. برضه تم مراجعه مشروع القانون، ورئيس الوزراء برضه قال يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء يوم الاربعاء القادم. فاحنا كده ان شاء الله يعني بننتظر في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء اعتماد هذين المشروعين ليتم بعد ذلك احالتهما لمجلس النواب ويصبحوا قانونين يتم تطبيقهم اعتبارا من 1 يوليو 2019. المرتبات او المعاشات المستحقه بعد هذا التاريخ سيتم يعني تطبيق الزيادات عليها. تمام، مهم جدا توضيح حضرتك ده سيادة المستشار نادر، لان ده بيؤكد كلامنا في البدايه. انا كنت بقول محتاجين نرد على الناس اللي بتقول للتوقيت ده تحديدا اعلن فيه سيادة الرئيس مساله الزياده في الاجور والمعاشات. الناس مش واخده بالها انه في اجراءات كتيره قوي لازم بيتم اتخاذها، في مشروع قانون زي ما حضرتك قلت دلوقتي، تحديدا اتنين مشروع قانون، واحد بخصوص زياده المرتبات والتاني بخصوص زياده المعاشات. كل الحاجات دي بتاخد وقتها، فيدوب الثلاث شهور علشان الحكومه تجهز ويكون تم التصديق على او الموافقه على المشروعين دول ويبدا الصرف من 1/7. بشكرك فندم.